هل يجوز الحديث في المسجد بعد الصلاة أو قبل الصلاة مثلا إذا لم يقم المؤذن إذا لم يقم المؤذن الصلاة أي أننا منتظرين وننتظر أيضا بقية الناس جزاكم الله خيرا. لا انتظار الصلاة في المسجد هذا أجر عظيم والذي ينتظر الصلاة يكون في الصلاة كما جاء في الحديث بمعنى أنه يكتب له قدر المصلي ولا يليق بمن في هذه الحالة أن يستغل بالكلام الذي لا فائدة منه أو في أمور الدنيا. قد جاء في الحديث أن المسلم إذا كان في انتظار الصلاة فهو في الصلاة والملائكة تستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يتكلم أو يحدث. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.